نقاط لما بتكون موجودة في النادي الأهلي أنا شخصيا بكون مطمن، أو جماهير النادي الأهلي بتكون مطمنة على الفريق، بالرغم إن مباراة طلائع الجيش يعني ما كانتش مباراة كبيرة بلغة الكرة للعيبة، أو ما عجبتش جماهير النادي الأهلي أو النقاد أو المحللين، الأداء كان فيه تفاوت شوية، وبالمناسبة ده طبيعي جدا في كرة القدم. طبيعي النهاردة لما يكون اللعيب وصل لأعلى قمة في التركيز والبطولات طبيعي تلاقي الكيرف ينزل شوية. النادي الأهلي حقق البطولة التاسعة، بطولة أفريقيا، بعد غياب 7 سنين. بعدها بأسبوعين النادي الأهلي لعب كأس مصر مع موسيماني أيضا اللي حقق البطولة التاسعة، والنادي الأهلي بيحرز بطولة كأس مصر أمام طلائع الجيش بضربات الجزاء، وكان محمد الشناوي نجم المباراة ليه دور مهم جدا جدا. أيضا بعدها الأهلي بيروح للبطولة العالمية، بينتقل بقى من البطولة المحلية والبطولة الأفريقية للبطولة العالمية اللي بتنال يعني مشاهدة الجميع. النادي الأهلي فيه أبلى بلاء حسنا جدا، وتحقيق إنجاز لم يتحقق من 2006، والحمد لله كنت أنا موجود من ضمن هذا الجيل وكنا مشاركين في 2006، وبالرغم إن احنا لعبنا في 2005 وما حققناش يعني إنجاز فيها، خدنا خبرات منها وحققناها في 2006، لكن هذا الجيل يحسب لي ان من اول مشاركه ليه في كاس العالم الانديه يحقق الميداليه البرونزيه. طبيعي اللعيبه لما توصل لاعلى تركيزها، اعلى توب فورم ليها، طبيعي ان الكيرف ينزل شويه، وده اللي حصل وشفناه في مباراه سيمبا. سيمبا النادي الاهلي خسر، وعددنا الاسباب وحطينا درجه الحراره والرطوبه يعني اخر الاسباب، إن مش دي دايماً الأسباب اللي إحنا بنقولها أو بنتحجج بيها، لكن دايماً ساعات الخسارة بتصلح لك المسار. الخسارة دايماً بتخلي للبطل هدف جاي تاني، هدف بيلعب علشانه. شفنا النادي الأهلي في مباراة طلائع الجيش كان مهم جداً، مهم جداً تحقيق الثلاث نقاط في مباراة طلائع الجيش، وقلت أنا هنا كنت موجود في الاستوديو التحليلي مع الكابتن أيمن شوقي، قلت إن المهم تحقيق الثلاث نقاط أهم من الأداء، إن الثلاث نقاط أو فوز الأهلي على طلائع الجيش، وبالمناسبة طلائع الجيش العنيد الأهلي فاز عليه بضربات الجزاء في كأس مصر، علشان الناس لا يتخيل ليها إن طلائع الجيش فرقة سهلة، لا، طلائع الجيش فرقة محترمة جدا جدا جدا، عندهم جهاز فني عالي، وقدر يدير المباراة بشكل كبير، وكانت مباراة صعبة للنادي الأهلي.